بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في برنامج الأستاذ، البرنامج الشامل. قبل أن أرحب بزميلي وضيفي، نقول لحضراتكم أن في هذه الحلقة معي بعض الضيوف، منهم الأستاذ والشيف علاء فيليب والدكتور عمرو حافظ. بداية أرحب بزميلي الإعلامي والقارئ الأستاذ محمود، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. القارئ محمود عبد الرحمن معتمد قارئ رسمي في المناسبات السعيدة والمحافل الدولية والأعياد القومية وجميع المناسبات الدينية والوطنية والقومية، سواء في مصر أو في الخارج. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا فندم. حدثنا عن الموهبة. وإحنا ممكن نبدأ على طول مباشر كده ببعض آيات من الذكر الحكيم. تفضل يا أستاذ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله سورة الأحزاب. كان لي قراءة تشرفت في مسجد الفتاح العليم، كان بحضور الشيخ حجاج هنداوي والشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ممكن سمعنا حاجة كابتن؟ قرأت على مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل، كانت بتقول في مسجد الفتاح العليم. كان في آية بحبها جدا في سورة إبراهيم على مقامات الشيخ السيد سعيد قارئ أستاذنا الكبير طبعا، كانت بتقول ربنا غير ذي ذرة
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم. أحسنت يا أستاذ محمود. أحسن الله إليك يا أستاذ. عايزين حاجة عن التهلات. التهلات؟ حاضر. دعواك يا اللهم احفظ مصرنا وأمن روعاتنا واحفظ يا ربي جيشنا وتقبل صلاتنا وصيامنا أكرمين ارحمنا برحمتك يا رب. يا سيد محمود وبهذا انتهت فقراتنا ونخرج فاصل ومعنا ضيوفنا الكرام والزميلة هبة ونهى والدكتور ثروت عكاشة.